الديمقراطي وترسيخ القيم المشتركة التي من شأنها إرساء المواطنة الكاملة، فإنه مطالب أيضا بمحاربة الآفات والجرائم المتنوعة والمتجددة بالحزم والحرص الواجبين، وهذا بعد أن تم مراجعة التشريع الجزائري وتدعيمه بنصوص قانونية كفيلة لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكات الأكثر اتساعا وتعزيز آلية مكافحتها بقواعد قانونية وإجرائية متوائمة والجرم المقترف. وإن كان الأساس القويم المعتمد في السياسة الجزائرية الناجعة هي الوقاية والحماية كأساس يسبق أي موضوع، وبذلك فإن القضاء له دور هام في حماية قواعد النسيج الوطني والتصدي للمؤامرة الضارة بمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. وإن يدعو الجميع من هذا المقام إلى بذل المزيد من الجهود. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.